السلام عليكم، أنا محمد غنايم. قبل أن تستمر في مشاهدة هذا المقطع، احرص على وضع سماعات الأذن وتخيل معي طائرتك ستقلع بعد ساعة وأنت بالفعل متأخر. تركض خائفا وتتخطى المسافرين في طابور الانتظار لعلك تلحق بطائرتك، وعينك على ساعتك. وما بين تمتمات المسافرين الغاضبين لتخطيك عنهم، اصطدمت بالخطا بتلك الفتاة المنتظرة في الدور. ومن شدة العجلة اكتفيت بالنظر لها وهززت رأسك معتذرا وأكملت الركض. ولكن هناك ثانية نظرت بها الفتاة لك وابتسمت ابتسامة لم ترى أجمل منها، ابتسامة جعلت الزمان يتوقف في وعيك، وكأن تلك الثانية 10 دقائق. كانت ابتسامتها بمثابة المنقذ من العجلة والارتباك الذي أنت به، فلم ترى في حياتك ابتسامة بهذا الجمال. أي وجه وأي عيون وأي ابتسامة، هذا ملك أم أنني أحلم؟ تقول في نفسك. كان كل شيء حولك يسير بشكل بطيء، وكأن ازدحام الناس من حولك تلاشى وبقيت أنت وهي في تلك الثانية. وعندما أفقت من هذا التقدير اللحظي، وجدت نفسك جالسا في مقعدك في الطائرة وقد لحقت بها بآخر لحظة. نرحب بالمسافرين الكرام على متن الخطوط الجوية ونتمنى لكم رحلة سعيدة، يقول الكابتن في مكبر الصوت. نظرت حولك فلاحظت عدم اكتمال المقاعد بالركاب. غريب، ألا يسافر الوجهات الكثير؟ جلست هناك وما زالت تلك الصورة اللحظية في مخيلتك، وشيء بداخلك يقول لك هذا الملاك من يستحق أن أتخلى عن طائرتي لأجله، وصوت آخر يقول من أنت لتنظر لك. وما بين تصارع الأفكار وقفت من مقعدك وكأنك هممت النزول من الطائرة. أرجاء الجلوس مكانك وربط الحزام، تقول لك المضيفة بجفاء، فعاودت الجلوس محرجا. فتحت هاتفك وسحبت الشاشة للأعلى لتضعه في وضع الطيران، وفجأة شخص يلمس كتفك بروية وبصوت ناعم يقول لو سمحت هل أزحت لأجلس بمقعدي؟ نعم، إنها صاحبة الابتسامة. لا بل وستجلس بجانبك. ما هذه الصدفة الغريبة؟ جلست متصنما ناظرا أمامك وكأنك غير مستوعب لما حدث، وداخلك صوت يقول لك يا لروعة الحظ، كلمها، ها هي بجانبك. لا، أخاف أن أحرج نفسي، يكفي إحراج المضيفة لي. لا تكن جبانا، ماذا سيحدث؟ لا لست مضطرا. سادت لحظة من الصمت، غطى صوت محرك الطائرة على أفكارك. عفوا، همستك بصوتها الناعم وأنت هناك ما زلت متصنما مكانك. يجب أن أقول شيء، لا أريد أن أبدو غبيا، هل أدعي أنني لم أنتبه لها؟ ربما أبدو جذابا. عفوا، بنظرة أعلى قالتها مجددا، خلي عندك دم وكلمها يا رجل، وأنت هناك متصنما مكانك. نعم عفوا، تفضلي مرتبكا، قلت جملة لم تفهمها أنت. وصوت محرك الطائرة زاد صوتك غرابة. رأيتك تركض مستعجلا فظننت أنك برحلة أخرى، تقول لك جيد أنك لحقت برحلتك، انتبه للوقت حتى لا تضطر للركض مجددا، تقول مازحة معك. نعم معك حق، في المرة المقبلة سأحاول. حاولت البحث عن موضوع لتبدأ حوارا آخر معها، ولكن أفكارك وكأنها تخلت عنك في تلك الثانية. الطقس اليوم جميل صحيح؟ قلت لها. فقطع جملتك صوت الرعد من خارج الطائرة. لا أرجوك أيها الحظ لا تحرجني أنت أيضا، ضحكت وقالت أنا أيضا أحب الشتاء. بدأت بتناول أطراف الحديث معها مستمتعا بوقتك، وكأنها أجمل رحلة ستقضيها في حياتك. وجه جميل بجانبك وصحبة رائعة وأصوات ضحكاتكم الخجلة أضافت للمكان رونقا مختلفا. وفجأة قطع ضحكاتكم صوت المضيفة مخاطبة إياك، هل يمكنني أن أرى تذكرتك؟ نعم بكل تأكيد، تفضلي عزيزي، أنت تجلس في غير مقعدك، مقعدك في الصف الآخر، تفضل معي حتى أرشدك إليه. لا أرجوك ابقي لي مكاني، تصرخ بداخلك، ومسافر آخر ينتظر مكانه ليجلس به. فقمت كارها بطيئا من مكانك ترجو أن يعود بك الزمان حيث ضحكاتها معك. وفجأة صوت مغمور يصيح بك، يا سيدي رحلتك قد أقلعت بالفعل ولا يمكنك اللحاق بالطائرة. نعم عزيزي، أنت ما زلت بالمطار عند تلك الثانية التي كانت بالفعل 10 دقائق جعلتك تخسر طائرتك. نعم أحبتي في الله، فتلك الفتاة هي الملهية التي تمر علينا في حياتنا، ومع ذلك نحبها ونحب قضاء الوقت معها. وتلك المضيفة هي ضميرك الحي الذي معك دائما، ولكن لا تحب الاستماع إليه. فعندما حاولت المكوث أكثر مع تلك الفتاة أو الملهيات، خسرت وقتك ومن ثم هدفك ومن ثم طائرتك. قد تصاب بخيبة الأمل من هذه النهاية التعيسة، ولكن هذا واقع حالنا، فالملهيات كثيرة والتمعن بها ممتع، ولكن هل من مستجيب دائم للمضيفة؟ هنا السؤال الذي أترك إجاباته لكم، ودمتم في أمان الله.